على خلفية المجزرة الأخيرة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى والتي راح ضحيتها 8 شهداء ذوي المغدورين، يؤكدون إن ما يحصل بسبب العجز الحكومي في إدارة الملف الأمني، ويطالبون بوضع حل لما يحدث من مجازر دموية في المحافظة. مجازر تتكرر يومية أكثر من هالمجزرة اللي صارت البارحة، وماكو القوات الأمنية ما حمي أي مواطن، فعادي إذا انقتل وإذا راح وإذا هذه هيك، مجرد ماكو، بس يجون يأخذون صور وإعلام ويطلعون. زين ليش دا يصير بينا هيك؟ منو المسؤول عن اللي دا يصير؟ شنو أنا يطلع من البيت ما ممنع على حياتي، ما ممنع على ابني يروح للمدرسة، بنتي تروح للدوام ما ممنع، يعني إلى متى هاي؟ نقعد نحل؟ ماكو شيء ما له حل، ولا له حزورة هاي، أخو ما حزورة ما له حل. تأكيد إن العجز في الجهد الاستخباري أولاً، وتلقي الكثير من القوات الأمنية التعليمات من جهات حزبية لا من القائد العام هو السبب الرئيسي في الخروقات التي تحدث. فهنالك مجاميع تتجول في المحافظة دون رادع ودون خوف من السيطرات. زيارة رئيس الوزراء للمحافظة دون حضوره إلى موقع الجريمة ومجلس العزاء أثار غضب ذوي المغدورين، مؤكدين أن تجاهلهم من قبل السوداني هو استخفاف بدماء الشهداء. حضور السيد وزير رئيس وزراء إلى محافظة ديالى وعدم حضوره إلى موقع الحادث وموقع الجريمة الإرهابية هذا استخفاف بدماء الشهداء، وإحنا نحمل كل المسؤولية. هو يتحمل، هو القائد العام للقوات المسلحة، هو يتحمل كل شيء، كل قطرة دماء. هاي الدم راح جريمة، أطفال نساء، يعني شو تقول، جريمة مروعة، وهاي مو أول مرة تتكرر بمحافظة ديالى. وش مدري نحن بالحلول، حلول ما ندري، إحنا أهل الحادث هنا ما ندري، ما وصلنا. يعني أنا ما شايف إذا هو من عشاير غير يجي هو على أهل المصيبة، لو إحنا يريد نحن نروح له، وين أكو هيجي؟ وين أكو رئيس وزراء؟ شنو خايف من عندنا؟ يخاف من المكان؟ يعني هو يخاف على روحه ما يخاف على هاي العالم؟ مجازر تلو أخرى، والمواطن لم يعد يؤمن على حياته في محافظة تعجز حكومتها من وضع حلول جذرية لملفها الأمني. من محافظة ديالى عبد الله الباش، قناة الرشيد الفضائية.